أهلا بكم في النشرة المغربية. أوقفت النيابة العامة في تونس مسؤولين كبار في قطاع الرياضة للتحقيق معهم في حادثة حجب علم البلاد خلال تظاهرة رياضية دولية للسباحة، ويتعلق الأمر برئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الموقوفين منذ يوم السبت الماضي، وسبعة آخرين تم استدعائهم للمثول أمام النيابة العامة ببن عروس. علم موقع وين وين من مصادر خاصة أن نادي الرجاء المغربي يتجه لعدم تفعيل بند الشراء النهائي للاعبه الجزائري رياض بن عياد، حيث من المرتقب عودته مرة أخرى إلى نادي الترجي التونسي. كشف موقع وين وين من مصدر خاص أن أحد الأندية السعودية الكبيرة حاول الاستفسار عن وضعية مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراقي وإمكانية التعاقد معه بداية من الموسم القادم. أكد موقع هيسبريس أن الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني تلقى عروضاً مغرية من أندية سعودية ترغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. علم موقع وين وين من مصدر خاص أن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري حدد قائمة موسعة لمواجهتي غينيا وأوغندا لحساب الجولتي الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسوف تشهد هذه القائمة عودة ريان محرز ويوسف بليلي، مما سيتم استبعاد إسلام سليماني. قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد للتأهل لنصف نهائي كأس الأمير قطر بتسجيل هدف اللقاء الوحيد أمام الوكرة، ليرد بذلك على الانتقادات التي طالته خلال الفترة الأخيرة. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة، إلى اللقاء.